لو عايزة تفاصيل الطبق الأمك ده انزلي بسرعة تحت في الكومنت واكتبي لي، وانا هعمل لك فيديو هقول لك ازاي تعملي طبق كده فيه خضروات وينفع معاكي في الدايت، طبق فيه كل العناصر الغذائية، بروكلي وفي بيكاتا وفي مكرونة بالصوص، وايت صوص خفيفة جدا، وفي كمية خضار جميلة جدا جدا جدا، وفلفل ألوان. بصي طبق اخر من الاخر هيعجبك جدا جدا جدا. لو منتظره مني الفيديو انزلي سيبي لي كومنت تحت بسرعه، وانا هنزل لك احلى فيديو تعمليه كده وينفع معاكي دايت، فطار، غدا، عشاء، مش هيقول لا.